بسيط وتم الحمد لله السيطره عليه. ما فيهاش حاجه. رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل. الجوع بيعمل اكتر من كده واحنا ما فطرناش من الصبح، بس شوف محمود سعد النهارده هيعوض كل ده بمطبخ اسيوي كما قال الكتاب. اسيوي هواي. بصوا انا جايب شجره موز، ورقه شجر موز، وواقف الجو حر في المطبخ فعمالها. بسلم عليكي طبعا يا هبه، وبسلم على ايمان، وبسلم على كل حبايبنا اللي اتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا. اسيوي وشويه برضو لاتيني، بيستخدموا الحليب جوز الهند في الاكل، وبيستخدموا كمان المانجا في السلطات. فالنهارده عاملين سمك بحليب جوز الهند، والرز كمان مستوي مع الجنزبيل مع شويه حليب جوز الهند، مع مستوي جوه ورق الموز، والزيوت الحلوه اللي بتخرج من الورقه دي بتطلع ريحه حلوه جدا في الرز. انا حابب انقل لكم الثقافه البسيطه دي، وده موجود عندنا في المشاتل. ممكن ندخل نشتري ورقه او ورقتين. الورقه ب 5 جنيه شجره موز. ممكن ماشي استاذنهم في ورقتين، استاذنيهم بقى في ورقتين، بس خلي بالك عشان الجزء ده تقيل يعني شويه. الزيوت اللي بتطلع من ورقه الموز بتدي ريحه حلوه تيجي في الاكل، ومش مضر. كل الاوراق بتاعه الشجر المثمر بتستخدم في الاكل، كل اوراق الشجر المثمر. ورق العنب بيستخدم، ورق الجوافه بيستخدم، ورق عين الجمل بيستخدم، ورق اللورا. ورق اللورا هو ورق اللورا. انا بتكلم على ورق شجر، على ورق شجر بس مش كل ورق الشجر بيستخدم. انا بتكلم على ورق الشجر المثمر، وعن تجربه اسيويه قويه جدا، ده بيدي ريحه حلوه قوي في الاكل. فانا عامل النهارده الرز مع ورق الموز، مطبوخ جوه ورق الموز، هوريكم ازاي، سهل جدا. وسمك بجوز الهند وسلطه مانجا حره. والمقادير اتفضل. المقادير بتاعه الطبق الاولاني السمك، انا جايب كام حته سمك فيليه كده حلوه، وحته جنزبيل متقطعه شرايح، وكوبايه حليب جوز الهند، وبصلايه خضراء متقطعه سلايزات، مع رز بسمتي، شويه رز بسمتي مسلوقين. طبعا ورق الموز ده يعني ممكن نعمل بورق الموز، وممكن لا، او ملح وفلفل ومعلقتين زيت وشرايح ليمون وشويه كزبره خضراء. جاهزين؟ جاهزين. طيب اول حاجه انا هعملها هنا، بحط اجيب المعلقه دي واجيب دول معايا كده في البوله الازاز دي، بحط الرز. الرز ده مسلوق نص سلقه، مسلوق نص سلقه. احب ان انا احط على الرز شويه حليب جوز الهند كده كويس، وحبه من البصل الاخضر. لو ما فيش بصل اخضر ممكن يبقى كرات، ده كرات على بصل اخضر، وقرن فلفل حامي، وشريحتين من الجنزبيل، ورشه فلفل كده، ورشه ملح، وبحب كمان استخدم قشر الليمون. في عشبه بتتباع وموجوده دلوقتي في كل المشاتل اسمها الليمون جراس، عشبه الليمون. وعشبه الليمون دي لو موجوده استخدامها هنا، بناخد حته نخبط عليها تطلع الزيوت اللي فيها، ولو مفيش نعمل اللي انا هعمله ده، ناخد قشره الليمون ونحطها. ده ليمون ايطاليا مش ليمون بلدي بتاعنا صح؟ اداليا مش ايطاليا؟ لا اداليا. ماشي. وبعدين بحط قشرتين الليمون كده وشويه من الكزبره الخضراء، واقلب الرز. يعني ايه اداليا؟ يعني ايه ايطاليا؟ ايطاليا. انا افتكرته ليمون منشأه ايطاليا. لا ايه ايطاليا هو عشان كبير شويه كده. وبعدين بصوا بقى هنا الحله بتاعت الكسكسي تحت بخار، انا ظهري غبت كتير سخنة. عن البرنامج العفش بيزيد. حط ورقه الموز كده اهو، بصوا بقى ورقه الموز حطيناها كده. الحله دي اكتشفت ان ليها استخدامات كتيره جدا، ونعمل دي كده ونعرف الاستخدامات من ايمان. قولي لنا ايه الاستخدامات يا ايمان. بعمل فيها سوتيه، تمام، من غير ما احطه في الميه فينزل قيمته الغذائيه نفسها في الميه او يتهري. وطبعا الكسكسي للناس اللي بتحبه، والرز الستيم كده. ونحط كمان معلقتين زيت، معلقتين زيت على وش الرز كده. والتقفيله الحلوه دي نقفل بقى بورقه الموز جوه كده، نقفل بايدينا ورقه الموز. وعايز اقول لكم ان فكره ورقه الموز دي بتطلع كل الزيوت الحلوه اللي فيها. وفي وصفه قريب قوي هعملها لكم بجريد النخل كويس. يعني انا النهارده بستخدم ورق الموز، والمره الجايه هستخدم ايه؟ جريد النخل. ونحط دي كده ونسيبها تستوي على نار هاديه، وعايز اوريكم شكلها بعد ما هتستوي. بس خلينا نروح للسمك. السمك بيكون عندنا طاسه على النار، نحط فيها معلقتين زيت. هنصدمه السمك؟ لا مش قصدي، انا بطلت اصدم حد. خلاص، احط شويه ملح على السمك كده
اهو، وشويه فلفل، وناخد السمك قطع السمك الفليه ونروح على الطاسه نصدمه. ده قشر بياض صح؟ شايف محمود ده؟ والله يعني هو قشر بياض فعلا. والبولتي كمان يمشي، اي فيليه، اي فيليه يمشي. خلينا اسالك بقى على قد الطاسه، انا هصدمك دلوقتي. ليه؟ لا، اول مره اكل سمك ماشي جوه قشر موز كان في لبنان في بيروت. اوكي. وبعدين في مطعم في مصر هنا بيعملها برده حلوه قوي، بس السمكه اسمها بلاك كود، انا مش عارفه دي ايه في مصر. اوكي. بس حاجه رائعه كده. عندك فكره ايه البلاك كود؟ والله بص انا اعرف اسمها برده بالانجليزي، اعرف لك اسمها بالعربي اقول لك. يعني اسالك عليها بالعربي، وخلي بالك برده هم في لبنان معظم السمك بحر متوسط، فهتلاقي ليها اسم واللي هتلاقيها موجوده عندنا. ايوه، بس بتتعمل وممكن تبوقار، بس ممكن تبقى الورقه نفسها دي تحط فيها مثلا زي ورقه اللحمه كده. تعرف بيقولوا على الوقار في لبنان ايه؟ لقز. 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 صح. وادي البصل. والبربوني سلطان ابراهيم. السلطان ابراهيم. والبربوني في اليونان بربوني برضه. بربوني صح. سمكه حلوه جدا البربوني. حط نقطه زيت يعني كده، والبصل ابتدت بتاكل جمبري. يعني هتطلع عامله ازاي؟ سمكه متدلعه اكتر مني. حط شرايح جنزبيل. بصله يعني. ونحط كمان قرن فلفل حامي، وحطينا بصلايه، وناخد بقيه حليب جوز الهند. بس استنوا لما السمكه نقلبها، نقلب السمك. حطيت جنزبيل صح؟ الايه؟ جنزبيل؟ جنجر؟ شرايح جنزبيل. انا كل اللي عملته ان انا حطيت معلقه زيت وملح وفلفل، والسمك حطيناه كده بس يبقى متصفي من ميته كويس، مع شرايح البصل وقرن فلفل حامي، ونقلب حتت السمك. ايوه. احنا مش محتاجين ان احنا نديها لون، هي يا دوب بس تتشمع تشميعه خفيفه. خلاص. ما بتاخدش سوى اصلا. بالظبط كده، برافو عليك. انا اكلت سمكيه من كام يوم يا شيف محمود، بمناسبه السمك، هي بتتاكل نيه، وبعدين هي نيه سمكه معينه بتتقطع زي مربعات كده. تونه. هي طريقه ياباني. بلوفن. وبتتاكل بالستكس بتاعت الجابانيز، يعني تاكل نيه ساشيمي. بس لازم عدى عليها ساعتين خلاص بقى، علشان في منطقه خطر يعني. هي يعني بتكون فريش عند تبريد معين. السمك الني ما فيهوش لعب ولا هزار. ما فيهوش لعب ولا هزار. يبقى طالع من البحر للمائده راسا عليك. شويه الخضره الحلوين. فهنروح لفاصل. يلا. ونرجع راسا عليك على سيدي المشاهد. ايوه. واثناء الفاصل كده سالنا الشيف محمود لو كانت في حاجه استوت، بس طبعا هو انكر انكار باين. شهادي يا امان. وانا انكر. على مين؟ على انك انكر. ايوه. انا انا هم اثبتوا لي النهارده ان الستات ما يعرفوش يكذبوا. الداخل بينهم مفقود. الستات فعلا ما يعرفوش يكذبوا. برافو عليك، انت اتعلمت الدرس. انا اتعلمت الدرس. وكل اللي بيتفرجوا علينا مصدقينهم. طيب. صح؟ انا عاوزك تبقى حاجه في مطبخك الحقيقي. انا عايز اقول سامحني يا رب. طبع الستات. بصوا هنا الرز، احنا الرز كنا سلقينه نص سلقه، حطينا عليه نص كوبايه حليب جوز الهند وشرايح جنزبيل وبصلايه خضراء متقطعه مع قرن فلفل مع فص ثوم وملح وفلفل، وشكل ورقه الموز اللي مقفله على الرز. الرز خد كل الزيوت اللي نازله من الورقه، انا مش قادر اوصف لكم الريحه كما لو كاني في هاواي مع قشر الليمون، مدي ريحه حلوه جدا جدا. هقفل عليه واسيبه يكمل سوا، واقول لكم السمك هنا عملت ايه. حطيت معلقه زيت، وحطيت قطع السمك الفيليه، خدت لون خفيف جدا، يا دوب حسيت ان هي استوت. حطيت شرايح بصل وحتت جنزبيل وفص ثوم وشويه من البصل الاخضر. مهم جدا ان احنا بعد ما نتاكد ان السمكه ما فيهاش اي نوع من انواع الميه، وان الصوص ده هيكون 100%، نحط كوبايه من حليب جوز الهند. حليب جوز الهند بيكون طعمه حلو جدا، ومش شرط ان هو يكون تقيل زي البشاميل. كويس. اسيب ده واسيب ده، واروح اعمل احلى سلطه مانجا على قلبي. ما تستغربوش جدا، ما تستغربوش، يعني المانجا في شرق اسيا وفي دول كتير جدا في العالم بيعملوها مشطشطه، وبيحطوا عليها شطه، وبيحطوا عليها خل، وبيحطوا عليها كمون. اتفقنا. السلطه بتاعت النهارده هي واخده الطابع المكسيكي شويه. كويس. فيها الكزبرة الخضراء والطماطم، ويعني موضوع لطيف جدا، احب ان انتم تجربوه. ومش شرط ان المانجا تكون خضراء، يعني بيعملوها مخلل حضرتك. بيعملوها مخلل يا فندم. ايوه.
طب يلا نروح نقول المقادير. المقادير هي انا جايب مانجاه مقطعه مكعبات، بحتاج برضو حوالي 3 4 حبات من الطماطم متقطعين مكعبات، عصير 3 4 ليمونات، وربطه كزبره خضراء على معلقه كزبره ناعمه، وبصل احمر متقطع كده مكعبات صغيره، وقرن فلفل حامي للي حابب، ورشه كمون وملح وفلفل. الفكره الوحيده اللي دوقتني عشان انا كنت هفتانه في الفاصل ايه اللي حصل؟ دوقتني القهوه بتاعتها. ما الستات بقى ماشي تمام، اشكري في القهوه حلوه قوي بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. بصي بقى احنا هنا بنحط ادي الطماطم متقطعه مكعبات، كل الحاجه متقطعه مكعبات حجم زهر حبه الطاوله، عارفين زهر الطاوله؟ اه بالظبط كده. وادي الطماطم، بصل حط معلقتين كبار كده من البصل الاحمر، وفلفل رومي. حلو. انا عايز اسالك على نوع السلطه كنت بفكر اعمله النهارده يا شيف محمود لما اروح. وقرن فلفل انت عندك استعداد تعملي دي ولا ما؟ لا ها؟ مش هعملها بمنتهى الصراحه، مش هقول لك انا ما بحبش اكل غير المانجا بالفونس والطيمور واحيانا اللوز. وبعدين بقى طب استني هقول لك حاجه، وبعدين نحط شويه كزبره خضراء كده ماشي، وعصير ليمون، ورشه كمون، ورشه شطه صغيره مع رشه من الكزبره وحبه ملح. طبعا الخليط شطة. الخليط الحلو ده كده اهو، ده بالك متقطعها صغير، نحط عليه زي السلطه البلدي المانجا المكعبات. بس خلي شويه المانجا دول زي بيهم الطبق. دي عايزه خلق. دي مانجا ايه طيب؟ دي مانجا نعومي وقتها خلاص. طب انا عندي في البيت جرجير وبنجر مسلوق. اقول لك على سلطه حلوه، عندك خيار؟ عندي خيار. عندك شبت؟ طبعا. طيب وعندك لبنه؟ عندي فته. ماشي تنفع برضه. زيت زيتون؟ زيت زيتون عندي. اسلقي البنجر كويس جدا، قطعيه شرايح، وبعدين هقول لك على مهلك عشان اضمن بس ان انا ايه خلصت، وبعدين ايه عشان الوقت. وبعدين قطعي البنجر شرايح، واضمني ان هو مسلوق كويس جدا. ورق الموز انا هعمل بيه التزيين الحلو ده، وحطي الشبت، وحطي فتافيت جبنه الفته مع زيت زيتون وشويه من كام سلايس خيار. الطبق ده بالنسبه لي حاجه مزيكا جدا. ايه؟ والجرجير. والجرجير معاهم. والجرجير كمان معاهم. موضوع هيبقى حلو قوي. ناخد الطبق الحلو ده، طبق سلطه المانجا الحاره. دي الوانك. هنا كده. الوانه تحفه. ونجيب كمان انا عندي شويه الرز دول جاهزين. هي فيها خيار؟ السلطه؟ لا فلفل. فلفل. وادي الرز، ونجيب كمان ورقه موز حلوه. والرز بعد ما استوى نقدمه في الطبق كده. ورق الموز الجميل ده عامل شكل حلو قوي في الوصفه اهو. وبعد ما نحط الرز كده، انا بحب احط قطع السمك على وش الرز. استوى صح؟ استوى كده قطع قطع كده مع الصوص بتاع جوز الهند، ونكون محضرين كام شريحه من الليمون الشرايح. طب لو انا عايز ادي السمك لون اعمل ايه عشان ياخد ليه لون الجريل كده؟ ليه غلاسه؟ السعيه عفريها في دقيق والسعيها بس. يعني السمكه دي خلي بالك منها قوي لان هي خفيفه جدا عشان ما تتهريش منك. كويس. نحط كده جوز الهند، وعندي شويه جوز هند هنا باقيين كريمي كده، ممكن على وش كل حتة من السمك شوية. وكمان قرن فلفل حامي أخضر، نزين الطبق بشكل حلو. والرز مع ريحة جوز الهند مع ورقة الموز عاملة شغل جامد جدا 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 جدا. الريحة بتاعت الزيت اللي خرج من قشرة الموز مع الرز مع جوز الهند ريحته تجنن. انا بس هحط دول هنا كده. لو جايب الطبق على شكل سمكه وبتاع. اه بقى شغل بقى تفصيلة. صارفين بقى. صارفين. من غياب القط. ما مفيش الكلام ده، دي كلها معداتنا بتاعتنا. بص هو طبق شكله خطير، وانا مش عايزه ابوظه وادوق بصراحه واحنا على الهوا عشان ياخد حلاوته ورونقه مع كاميرتنا الجميله. بصوا الالوان رائعه. تسلم ايدك يا شيف محمود. ميرسي. سعدتنا. هدوق واقول لهم بكره كان الوضع ايه، بس واضح ان الوضع رائع. أنا لا يعلى عليه. لا يعلى عليه.
تسلم ايدك. تسلم ايدك يا شيف محمود بجد. يعني شيف عالمي بجد يعني، من تايلاند، من الهند، من وبكره كمان، ما مين عارف ان شاء الله ترى هتودينا فين تاني. ان شاء الله بكره ان شاء الله يوم جديد. جمهورنا اصحاب السعاده، نسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.